ونستهل النشرة بالنشاط البرلماني، حيث قدم وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عرضا مفصلا حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، وهذا بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. وزير المالية وفي رده على استفسارات أعضاء اللجنة بخصوص محتوى نص المشروع الذي سيعرض أمام أعضاء مجلس الأمة خلال الأسبوع المقبل، أكد أن قانون المالية لسنة 2021 يتماشى والوضعية الوبائية التي تشهدها البلاد، مضيفا أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات لحماية الاقتصاد الوطني. بالنسبة لأهم أحكام والتدابير التشريعية المدرجة في هذا القانون، يتمحور القانون حول التدابير والأهداف الأساسية التالية: أولاً، ترشيد استخدام موارد الميزانية. ثانياً، تشجيع الإنتاج الوطني وترقية المنتوج الوطني. ثالثاً، توسيع الوعاء الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية. رابعاً، تعزيز تجسيد مبدأ العدالة الجبائية. خامساً، تعزيز الضمانات الممنوحة لدافعي الضريبة عند المراقبة الجبائية. سادساً، محاربة الغش والتهرب الجبائيين وكذا تضخيم الفواتير. سابعاً، تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي. وثامناً وأخيراً، حماية الاقتصاد الوطني.